upper and lower motor neuron lesions. upper and lower motor neuron lesions. النهاردة محاضرة جديدة من المحاضرات الأساسية في CNS physiology بعنوان حاجة اسمها upper and lower motor neuron lesions. زي ما احنا متعودين دايما ببدأ بـ introductory case. الحالة بتاعتنا منتسلة بتقول ايه؟ a 30 year old male postal worker reported a weakness in his right leg within a year. The weakness had spread to his entire right side. The neurological examination showed flaccid paralysis, muscular atrophy, fasciculations, hypotonia, and hyporeflexia of muscles in the right arm and leg. Sensory and cognitive function tests were normal. يبقى واحد عنده 30 سنة شغال في البوسطة اشتكى من ان رجله اليمين مالها حصل فيها ويكنس ضعف في خلال سنة بدأت يحصل سبريد لها تخدت الجانب الايمن من جسمه يعني ايديه ورجل اليمين اتعمل له الاكزامينيشن ووضح ان عنده حاجة اسمها فلاسيد باراليسيس ومسكولار اتروفي وفاسيكوليشنز وهايبوتونيا وهايبوريفلكسيا في المسلز على الافكتد سايد اللي هي في الرايت ارم والرايت ليج لكن السنسوري والكوجنيتيف فانكشن تيست وير نورمال. ايه هي الفلاسيد باراليسيس ماسكولار اتروفي فاسيكوليشن هايبوتونيا والهايبوريفلكسيا وعلاقته بالحاله دي ايه والحاله دي ايه اصلا؟ ده اللي المفروض افهمه النهارده. انا بستخدم الحاله زي ما بقول دايما انها تدخلني لايه؟ للموضوع بتاعي. بعمل برين ستورمنج في اخر المحاضره المفروض انا اللي ايه اكون فهمت الحاله واقدر افسرها. يبقى الليرنينج اوبجكتيفز او الانتندد ليرنينج اوتكمز بتاعتي محتاج اعرف سيرتن ديفينيشنز. حاجه اسمها ابر موتور نيرون، حاجه اسمها لور موتور نيرون، حاجه اسمها مونوبليجيا، بارابليجيا، كوادريبليجيا، هيميبليجيا. سيرتن ديفينيشنز الحاجات دي محتاج اكون فاهمها وعارفها كويس قوي. ثم compare and contrast between upper and lower motor neuron lesions. يعني ايه upper motor neuron lesion ويعني ايه lower motor neuron lesion والmanifestations هنا ايه والmanifestations هنا ايه in full detail. عايز اعمل comparison برضك ما بين reaction of muscle to electric current في upper motor neuron lesion وفي lower motor neuron lesion. ثم اخيرا discuss physiological basis of motor changes occurring in lower motor neuron lesion الابر موتور نيرون ليجن. انا عايز اعرف الفيسيولوجيكال بيزس للباثولوجي اللي حصل، ولذلك جاء اسم عنوان المحاضره باثوفيسيولوجي اوف ابر اند لور موتور نيرون ليجن. يعني انا عايز افسر المانيفيستيشنز اللي هشوفها في الابر واللور موتور نيرون ليجن ايه فروم فيسيولوجيكال بوينت اوف فيو. نبدا بالامبورتنت ديفينيشنز الاول. حاجه اسمها ابر موتور نيرون وحاجه اسمها لور موتور نيرون. احنا عارفين نيرون. نيرون يعني ايه؟ يعني انا عندي فيه سيل بادي وفيه اكسون، والسيل بادي ماسك فيه شويه دندرايتس. الامبلس هتمشي منين؟ من السيل بادي في اتجاه مين؟ الاكسون. طب ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون. ابر موتور نيرون بتيجي من الموتور كورتكس اللي هي اريا 4 و6 اهي، وتنزل يا اما تنتهي عند الموتور نيوكليا اوف كرينيال نيرف البرينستم، يا تنتهي عند الانتيريور هورن سيل اوف سباينال كورد. دي بقول عليها ابر موتور نيرون. يبقى الابر موتور نيرون فروم موتور كورتكس اللي هي اريا 4 و6 تو انتيريور هورن سيلز اوف سباينال كورد او للموتور نيوكليا اوف كرينيال نيرف البرينستم اهي. يبقى اللي بالاحمر ديت هي الابر موتور نيرون فروم موتور كورتكس اريا 4 و6 وتنزل لحد الموتور نيوكليوس كرينيال نيرف البرين ستيم او للانتيريور هورن سيل اوف سباينال كورد. ده اقول عليها الايه؟ الابر موتور نيرون. فايدتها ايه؟ ريجوليت مسجز ان لور موتور نيرون. اللور موتور نيرون هتبتدي من حيث انتهت الابر موتور نيرون، يعني هتبتدي من عند الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز اللي في البرين ستيم
وهتبتدي منين؟ من الانتيرير هورن سيل اوف سباينال كورد، وبالتالي الابر موتور نيورون بتعمل لها ريجوليشن، وبتعمل ايه كمان؟ سموث اوت ذا وركينج اوف ماسلز فيا ترانسميتنج مسجز بتوين برين اند ايه سباينال كورد وبرين والبرين ستيم. يعني هي بتتحكم في الاكتيفيتي بتاع اللور موتور نيرون، وبتسهل انه يكون في سموثنس في الايه في الوركينج بتاع الماسل، نتيجه انها بتنقل الامبلسز من الايه من البرين في اتجاه اللور موتور نيرون. يبقى اللي بالاحمر زي ما اتفقنا دي الابر موتور نيرون. طيب اللور موتور نيرون هتبتدي من حيث انتهت الابر موتور نيرون، يعني هتبتدي من الانتيريور هورن سيلز اللي هي الالفا والجاما سيلز في السباينال كورد، ومن الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز اللي في البرين ستيم. يبقى ديت ابتدت من حيث انتهى الايه الابر موتور نيرون. تروح لفين؟ للسكيليتال ماسل. طيب وظيفتها ايه؟ الترانسبورت مسجز بتوين سباينال كورد اند ماسل اهو، وما بين الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز في البرين ستيم والماسل. يبقى لما ابص على الصوره دي بقى واضح عندي دلوقتي الابر موتور نيرون اللي هي بالاحمر ده، وادى الايه اللور موتور نيرون. ابر موتور نيرون فروم موتور كورتكس، وتاخد سكه من اتنين، يا توصل ل الموتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرفز في البرين ستيم، يا توصل للانتيرير هورن سيل اوف سباينال كورد. اللور موتور نيرون يا اما من الموتور نيوكلياي اوف سباينال كورد في اتجاه المصل، يا اما من الانتيرير هورن سيل اوف سباينال كورد في اتجاه المصل. يبقى بالتالي لما اجي اقول ابر موتور نيرون ليجن، يعني فيه النيرون في الابر موتور نيرون اتقطع. لور موتور نيرون ليجن، يبقى النيرون فين؟ اللي هي اللور موتور نيرون هي اللي اتقطعت. يبقى ده كان اول حاجه عندي النهارده، الفرق ما بين ابر موتور نيرون ولور موتور نيرون. انا مش هفهم ابر موتور نيرون ليجن ولا لور موتور نيرون ليجن لما اكون عارف يعني ايه ابر موتور نيرون اصلا، ويعني ايه لور موتور نيرون. لوجيك. طيب في حاجه اسمها مونوبليجيا، مونوبليجيا، وحاجه اسمها بارابليجيا، حاجه اسمها هيميبليجيا، وحاجه اسمها كوادربليجيا. كل دول بيتكونوا من مقطعين، مونو بارا وهيمي وكوادري، وكلهم مشتركين في المقطع الثاني اللي هو بليجيا. بليجيا معناها باراليسيس. باراليسيس يعني ايه؟ لوس اوف فولنتري موفمنت. لو هي مونوبليجيا هيبقى باراليسيس اوف وان ليمب او لوس اوف فولنتري موفمنت اوف وان ليمب. والمونوبليجيا دهيت يعني تلاقي مثلا ايه وليكن وان ليمب، يعني وان رايت ارم، وان ليفت ارم، وان رايت ليج، وان ليفت، يبقى ايه يعني وان ليمب. يبقى وان ليمب رايت ارم مثلا، ليفت ارم، رايت ليج، ليفت ليج، يبقى ده اقول عليه مونوبليجيا. بيحصل في حالات ايه؟ ليجن الموتور اريا 4 ان ذا سيريبرال كورتكس، زي ما عرفنا واحنا بنتكلم في البيراميدال تراكت، قلنا ان اريا 4 بتديني اوريجن لمين؟ للبيراميدال تراكت مع الاذر ارياز زي ما قلنا قبل كده. ايه السبب الثاني اللي ممكن يعمل مونوبليجيا؟ سيرتن فيروس انفكشن زي البوليومايلايتس، شلل الاطفال، اللي بيعمل ديستراكشن للانتيريور هورن سيل فيعمل لي لور موتور نيرون ليجن. يبقى في حاجه اسمها مونوبليجيا. طيب البارابليجيا، في باراليسيس او لوس اوف فولنتري موفمنت اوف تو ليمبس، ممكن يكونوا تو لور ليمبس او تو ابر ليمبس. البارابليجيا ممكن يكون سببها ايه؟ في ليجن في السباينال كورد زي كومبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد، او في ديجنراتيف ليجن، اكستنسيف ديجنراتيف ليجن في الانتيريور هورن سيل. يبقى بارا بليجيا تو لور ليمبس افكتد او تو ابر ليمبس افكت، بلاقي في لوس اوف فولنتري موفمنتس فيه.
هيمي يعني one half. في paralysis أو loss of voluntary movement in one side أو one half of the body. يعني زي الحالة بتاعتنا النهاردة اللي فيه right arm وليفت arm affected وليفت leg affected. يبقى فيه loss of voluntary movement في one side of the body, one half of the body. cause of hemiplegia زي حاجة هنتكلم عنها النهاردة, حاجة اسمها internal capsule lesion, تعمل حاجة اسمها cross the hemiplegia, هنتكلم عنها ان شاء الله النهاردة. اما الكوادري, كوادري جاي من اربعة, كوادري في paralysis او loss of voluntary movements of the four limbs, يعني two upper limbs و two lower limbs مع بعض حصل فيهم paralysis او loss of voluntary movement. causes of quadriplegia, لو حصل complete transection of spinal cord affecting lower cervical segment below C6. طب امال لو حصل complete transection affecting C4 مثلا او C3, البني ادم هيموت اصلا زي عمليات الهانجنج, شن مش هيعيش علشان نشوف فيه quadriplegia ولا لا. يبقى انا عرفنا كلمة في فرق ما بين مونوبليجيا والبارابليجيا والهيميبليجيا والكوادربليجيا. بليجيا يعني في فعلا باريسيس او فلانتري موفمنت. اما لو جبنا سيره باريسيس, لو قلنا مونو باريسيس, بارا باريسيس, هيمي باريسيس, كوادري باريسيس, باريسيس يعني في جاست ويكنس, ما وصلناش لمرحله اللوس اوف فلانتري موفمنت, في سام ديجري اوف ويكنس. لكن باراليسيس لا, احنا فقدنا الفلانتري موفمنت تماما. يبقى انا عرفت upper motor neuron, lower motor neuron, monoplegia, paraplegia, hemiplegia وquadriplegia, وزيهم اقول حاجة اسمها monoparesis, paraparesis, hemiparesis, quadriparesis. paresis يعني معناها في weakness. كلام جميل. لو بصيت على الصورة اللي قدامي, ada one half of the body affected, اهي يبدي بقول على hemiplegia. هنا هلاقي البوس لور لمس افكتد, يبقى بتقال عليها بارابليجيك. هنا الفور لمس افكتد, فبقول عليها ايه؟ كوادري بليجيك. يبقى الشق الاولاني النهارده اتكلمنا على السيرتين ديفينيشنز. الجزء الثاني عايز اعرف بقى الابر موتور نيرون ليجن. انا عرفت يعني ايه ابر موتور نيرون, يبقى بالتالي لما يحصل ديستراكشن للابر موتور نيرون حاله بقول عليها ابر موتور نيرون ليجن. يبقى محتاج اعرف ديفينيشن للابر موتور نيرون ليجن. يبقى it is a lesion which interrupts the nervous connection between upper and lower motor neuron, يعني ما بين cerebral cortex motor cortex و lower motor neuron, سواء في البرين ستيم او في السباينال كورد. هذه الابر موتور نيرون حصل فيها ديستراكشن, يبقى اني ليجن above the level of either anterior horn cell اللي هي في السباينال كورد او الموتور نيوكلاي اوف كرانيال نيرفز. يعني لو حصل ليجن في الابر موتور نيرون اللي بتوصل الموتور كورتكس الموتور نيوكلاي اوف كرانيال نيرفز, او الابر موتور نيرون اللي بتوصل الموتور كورتك من الانتيريور هورن سيل اوف سباينال كورد, دي كلها اقول عليها ابر موتور نيرون ليجن. زي ما قلنا في الصوره دي اهي, قطعنا هنا يعمل ابر موتور نيرون ليجن. طيب ده الديفينيشن. كوزس او الايتيولوجي اوف ابر موتور نيرون ليجن, الموست كومن كوز اوف ابر موتور نيرون ليجن حاجه اسمها انترنال كابسول ليجن, ودي مين للكوز بتاعها فاسكولار عن طريق يا اما هيموراج او ثرومبوزس اوف لنتيكولوستيرويد ارتري ذات سبلايز انترنال كبسول. طيب ليه الموست كومن كوز اوف انترنال كبسول ليجن از فاسكولار؟ لان اللنتيكولوستيرويد ارتري از لايبل تو هيموراج اور ثرومبوزس نتيجه حاجتين غايه في الاهميه. اول حاجه عنده ان نارو ارتري, ما يبقى ده يبقى سهل ان ايه؟ ان يحصل له رابشر, وسهل ان يحصل فيه ثرومبوزس, ان يحصل فيه تجلط فيه, لان الفلو بتاع البلد هيبقى بطيء. تاني حاجه it takes an acute curve along its course, يعني بياخد acute curve فجاه كده, وبالتالي سهل ان يحصل برضك انجري فيه فيحصل هيمرج, وسهل ان يحصل ثرومبوس فورميشن فيحصل انفاركشن
فيأفكت الانترنال كبسول. يبقى اول حاجه او اول سبب في الابر موتور نيورون ليجن انترنال كبسول ليجن. تاني حاجه في حالات الكومبليت ترانسكشن او في حالات الهيميسكشن اوف ذا سباينال كورد، واحد حصل قطع كامل للسباينال كورد كار اكسيدنت او حاجه، او حصل هيميسكشن في السباينال كورد، واحد عنده ديسك او جان شوت نارو قامت قطعه لنص الايه السباينال كورد. فياما الابر موتور نيورون ليجن فين؟ في الماسلز ان ويتش ذا سنتر لاي بيلو ذا ليفل اوف ذا ايه ليجن. يعني لو السباينال كورد كده وحصل الليجن هنا كده، يبقى بيلو ذا ليفل اوف ليجن هيحصل ابر موتور نيورون ليجن، وده هنتكلم عنها في حالات السباينال كورد ليجن. يبقى في انترنال كابسول ليجن، في كومبليت ترانسكشن او هيمي سيكشن في السباينال كورد. طيب بيور بيراميدال تراكت ليجن يحصل في حالات ايه؟ لو حصل فاسكولار ليجن في الاريا 4 في السريبرال كورتكس نتيجه تيومر او تروماتيك ليجن، يبقى بيور اريا 4 ليجن هتديني بيور بيراميدال تراكت ليجن. او لو حصل فاسكولار ثرومبوزس ذات افكت ذا بيراميد ان مضله اوبلونجاتا، احنا عارفين along the pathway of the pyramidal tract في الابر مضله البيراميدال تراكت بتعمل لي حاجه اسمها ميدالري بيراميد، بتعمل البيراميد. لو حصل فاسكولار ليجن وافكتد هذا البيراميد هيعمل لي بيور بيراميدال تراكت ليجن. طيب هل هتفرق ميكسد بيراميدال تراكت ليجن، يعني حصل ليجن في البيراميدال واكس بيراميدال مع بعض، وان يحصل بيور بيراميدال تراكت ليجن؟ اه طبعا، وهنشوف حالا في المانيفستيشنز. يبقى الكوزس انترنال كابسول ليجن وكمبليت ترانسكشن اوف سباينال كورد وهيميسكشن في السباينال كورد وفي حالات البيور بيراميدال تراكت ليجن. طب ايه الكاركترز او المانيفستيشنز او التشينجز او الفيتشرز في حالات الابر موتور نيرون ليجن؟ احنا اتفقنا ان الموست كومن كوز انترنال كابسول ليجن. لو خدنا بقى كمثال عشان نشرح المانيفستيشنز او الفيتشر في الابر موتور نيرون ليجن، ان يحصل يونيلاترال ليجن في الانترنال كابسول اللي هو ذا موست كومن تايب اوف ابر موتور نيرون ليجن. لو تخيلنا ان في ايه يونيلاترال ليجن في الانترنال كبسول وعملت لي ابر موتور نيون ليجن، المانيفستيشنز هتبقى عامله ازاي؟ اول حاجه عندي هتكلم على الموتور تشينجز. الموتور تشينجز في حالات الابر موتور نيون ليجن اول حاجه عندي هيحصل حاجه اسمها هيمي بليجيا، واظن لسه معرفينها من شويه، ان في لوس اوف فولنتري موفمنت او باراليسيس ان وان هاف اوف ذا بادي، بتتميز بانها وايد سبريد واخده وان هاف اوف ذا بادي. تاني حاجه انها افكت اول ذا ماسلز اوف ذا اوبوزيت هاف اوف ذا بادي، والتاني بقول عليها كروس دي هيميبليجيا. يعني لو حصل ان اف ذا ليجن اوكيرد ان ليفت انترنال كبسول ذا رايت هاف اوف ذا بادي ويل بي بارالايز. ده لوجيكالي لو نفتكر واحنا بنتكلم في البيراميدال تراكت ليجن كنت بقول بيحصل ايه؟ ها؟ كروسنج اهو، يعني تخيل اهو ادا ايه، لو قلنا ان ده الرايت سايد اوف ذا بادي او رايت هاف اوف ذا بادي وده الليفت هاف اوف ذا بادي، حصل ليجن في الايه في الرايت انترنال كبسول، هيأفكت ايه؟ هل الابسيلاترال ولا الكونترالاترال سايد؟ طبعا الكونترالاترال سايد. ليه؟ لان الفايبرز اهي حصل لها كروسنج فين؟ زي ما احنا واضح بالشكل ده اهو، حصل كروسنج للفايبرز اهو، حصل كروسنج، وبالتالي لما يحصل ابر موتور نيرون ليجن هيأفكت الكونترالاترال سايد. لو في الانترنال كبسول يونيلاترال ليجن هيديني ايه؟ كروزد هيميبليجيا. يبقى انا عندي اول حاجه عندي اتكلمت عنها ان حصل كروزد هيميبليجيا، كلام كويس. طب الماسل تون وضعها ايه؟ هيحصل هايبرتونيا لو حصل انترنال كبسول ليجن. بتكلم على لو قلت ان في انترنال كبسول ليجن هيبقى فيه هايبرتونيا، المسل تون تزيد. طب السبب ايه؟ ركز. اول حاجه زي فيستيبولار نيوكليس،
which is facilitated. لو رجعنا للايه للستريتش ريفلكس والماسل تون هنعرف ان كانت في حاجات فاسيليتاتوري للماسل تون وحاجات انهبيتوري للماسل تون. من الحاجات الفاسيليتاتوري للماسل تون الفيستيبولار نيوكليس، وديت بترمينز انتاكت. ليه؟ لانها موجوده بلو ها ذا سايت اوف ليجر اللي في الانترنال كابسول، وبالتالي هتدناها انتاكت وبالتالي تعمل لي هايبر تونيا. تاني حاجه انا عارف ان الريتيكولار فورميشن اللي موجود على امتداد البرين ستيم المين بارتس بتوعه في حاجه اسمها ميدالري بارت وحاجه اسمها بونتاين بارت اوف ريتيكولار فورميشن. الميدالري او الانهبيتوري بارت اوف ريتيكولار فورميشن بيكمز ان اكتف. ليه؟ لان الاكتيفيتي بتاعته بتعتمد على الانهبيتوري فايبرز اللي جايه له من الهاير كورتيكال سنتر، ودي اصلا ديسترويد في الانترنال كابسول. والانهبيتوري ريتيكولار فورميشن او الميدالري ريتيكولار فورميشن ما عرفش يشتغل لوحده، ملوش انترنسيك اكتيفيتي، على النقيض من الفاسيليتاتوري او البونتاين ريتيكولار فورميشن هاز اتس اون انترنسيك فاسيليتاتوري اكتيفيتي على الماسل تون. وبالتالي الهاير كنترول بتاعه لو اتقطع هو هيدان مشغال فيعمل ايه؟ يعمل استيميشن الماسل تون. ابص للاسباب ديت في الرسمه اللي قدامي دي. انا حصل ابر موتور نيرون ليجن اون وان سايد في الايه في وان انترنال كابسول ليجن اهو وليكن الرايت سايد، حصل كروسنج للفايبرز زي ما قلنا، وحصل ان التون زادت دنتها زايده. طب ليه؟ زي ما قلت انا عندي الفيستيبولار نيوكليوس اهي بلوزا ليفل اوف ليجن دنتها شغاله، الريتيكولار فورميشن الابر هاف بتاعها واللور هاف، الابر هاف ده هو اللي موجود فيه البونتاين ده اكسيتاتوري ولو انترنسيك اكتيفيتي فشغال فما فيش منه مشكله، اللور هاف انهبيتوري ولكن مالوش انترنسيك اكتيفيتي بيعتمد على الفايبرز اللي جايه له بتعمل له كنترول من الهاير سنتر، فبالتالي بقى الانهبيتوري مش شغال لكن الاكسيتاتوري شغال، فالنت ريزلت ان يعمل لي هايبرتونيا في حالات الانترنال كابسوليشن تغير في الامات سيل كتير قوي. يبقى في هايبرتونيا في حالات الايه الانترنال كابسول ليجن. طب ركز معايا بقى، انا قلت لو في بيور بيراميدال تراكت ليجن زي حالات الليجن في الاريا 4 او في الميدالري بيراميد هيحصل حاجه مختلفه عن الانترنال كابسول ليجن، هيحصل ايه؟ هايبوتونيا، التون تقل. يبقى في البيور بيراميدال تراكت ليجن هلاقي في هايبوتونيا ديكريز ان ماسل تو. ليه؟ لان البيراميدال تراكت اساسا فاسيليتاتوري تو ماسل تون، لكن في الانترنال كبسول زي ما هنقول برضك النهارده زي ما اتكلمنا قبل كده ما يحصل انترنال كبسول ليجن بيحصل فيها ميكسد ليجن للبيراميدال والاكسترا بيراميدال، فالنت ريزلت ان ما يحصل ليجن هيحصل هايبرتونيا للاسباب اللي انا قلتها، لكن لما يحصل بيور بيراميدال تراكت ليجن هتدي لي هايبوتونيا. وفهمنا ليه؟ يبقى انا لحد دلوقتي اتكلمت على الموتور تشينجز قلت فيها الهيميبليجيا والماسل تون. تالت حاجه عندي الماسل ويستنج او لوس اوف ذا بالك اوف ذا ماسل. في حالات الابر موتور نيرون ليجن بلاقيها نوت ماركت، يعني نو فلاسيد باراليسيس ان ابر موتور نيرون ليجن. طب ركز معايا علشان واحنا بنتكلم في الابر موتور نيرون ليجن نيجي نتكلم في الانترنال كابسول ليجن هنفهم انه بيعدي بمرحلتين ومرحله منهم بلاقي فيها فلاسيد باراليسيس، عشان ما فيش واحد ايه يستغرب يقول يا دكتور انت هتضحك عليا، انترنال كابسول ليجن يعني معناها ابر موتور نيرون ليجن، طب ليه ايه اللي بيبقى فيه فلاسيد باراليسيس؟ سيبها لحد ما اوصل لها، هنوصل لها كمان شويه عشان ما انتوش، لكن ابقى فاهم وعارف ان في ماسل ويستنج في الابر موتور نيرون ليجن نوت ماركت. نوت ماركت يعني مفيش ماسل ويست، اللوس اوف ذا بالك اوف ذا ماسل از نوت ماركت في الابر موتور نيرون ليجن. ليه؟ لان الماسل انا عارف ان الماسل كان كونتراكت باي تو ويز. لو انا رجعت للصوره اللي قدامي دي كده، ادي ماسل اهي وادي ماسل، الماسل ديت هتعمل كونتراكشن ازاي؟ بطريقتين.
لو انت قاعد ولا بيك ولا عليك حد جه شكك كده، ايدك هتتحرك انفولنتري ريفلكسلي. لكن انت لو عايز تجيب قلم تكتب بو، انت اللي هتتحرك بمزاجك، يبقى في فولنتري كنترول ده ماسل كونتراكشن، وفي انفولنتري ماسل كونتراكشن. فلما بيحصل ابر موتور نيرون ليجن فقدنا الايه الفولنتري كنترول، لكن ما فقدناش الايه الريفلكس ماسل كونتراكشن. فلما بيحصل ابر موتور نيرون ليجن الماسل ستيل كونتراكت ريفلكسلي، فشغاله ما فيش في الديسيوز اتروفي فيها، فبالتالي ما فيش ايه ما فيش فلاسيد باراليس، ما فيش ويكنس. لكن في اللور موتور نيرون ليجن لما هقطع اللور موتور نيرون معناه ان انا قطعت حاجتين، منعت الفولنتري كنترول وبالتالي الفولنتري كونتراكشن، ومنعت الريفلكس كونتراكشن، فالنت ريزلت ان المصل يحصل فيها ايه ديسيوز اتروفي، يحصل فيها فلاسيد باراليس. ده فرق جوهري ما بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ايه ليجن. كلام جميل قوي. يبقى بالتالي اما اجي اقول ليه المصل ما بيحصلش فيها ويستنج في الابر موتور نيرون ليجن، ابقى فاهم وعارف ان السبب المهم جدا ان المصل ستيل كونتراكت ريفلكس، لان اللور موتور نيرون بتاعتها ستيل وركينج. تاني حاجه ان المصل ريسيف اديكوت بلاد سبلاي، لسه واصل لها البلاد سبلاي. تالت حاجه نو ديستربنس ان مصل ميتابوليزم، شغاله ما فيش فيها مشكله. يبقى بالتالي ما بص على الصوره، كوز اوف نو مصل ويستنج ان ابر موتور نيرون ليجن، عرفنا اهو ان اللور موتور نيرون مهمه في الحاجتين، الفولنتري كونتراكشن وفي الريفلكس كونتراكشن. فاللور موتور نيرون ديستراكشن هتخلي المصل ما يحصلهاش لا كونتراكشن فولنتري ولا انفولنتري، لا فولنتري ولا ريفلكسري، فيحصل فيها اتروفي او فلاسيد بالانس. لكن في الابر موتور نيرون بتاعتنا اللي هي في الانترنال كابسول ليجن، ذات كرونيك انترنال كابسول ليجن، هيحصل فيها ايه؟ فقدنا الفولنتري كنترول، لكن الريفلكس كنترول لسه شغال. كلام كويس قوي. يبقى انا دلوقتي لحد دلوقتي في الموتور كنترول او في الموتور تشينجز اللي في الابر موتور نون ليجن، عرفت ان في حاجه اسمها ايه؟ هيميبليجيا، وبتبقى كروس دي هيميبليجيا. عرفت ان في تغيرات في المسل تون واكوردنج للكوز، ممكن تبقى هايبرتونيا في الانترنال كابسول ليجن، ممكن تبقى هايبوتونيا لو بيور بيراميدال تراكت ليجن. عرفت ان نو ماسل ويستنج او الماسل ويستنج نوت ماركت، وعرفنا السبب بتاعها. النقطة اللي بعد كده افكشن اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس اون اوبوزيت سايد اوف ذا تانج. ده مش اللور بارت اوف ذا فيس اون اوبوزيت سايد بس، ده افكشن اوف ذا تانج برضك اون ذا اوبوزيت سايد. ليه؟ هنشوف. افكشن اوف ذا لور بارت اوف ذا فيس and the tongue on the opposite side of the lesion in case of internal capsule lesion. لان خلي بالك مهم قوي. قال لك واحنا بنفتكر في الكورتيكو بالبر، ها كورتيكو بالبر تراكت اللي هو نوع من انواع البيراميدال تراكت، كنت بقول ان الكرينيال نيرفز اللي بتسبلاي الهيد بتاخد دول انرفيشن كلها ما عدا اللور هاف اوف ذا فيشيال نيوكليوس والهايبوجلوسال نيوكليوس. بتاخد منين؟ من الكونترالاترال سايد بس. وبالتالي لو حصل ابر موتور نيرون ليجن هيؤدي الى ان اللور هاف اوف ذا فيس اند التنج هيبقى افكتد فين؟ في الكونترالاترال سايد. ليه؟ لان اللور هاف اوف ذا فيشيال نيوكليس اند ذا هايبوجلوسال نيوكليس ريسيف انرفيشن فروم ذا كونترالاترال كورتيكو بالبر تراكت، لكن الابر هاف اوف ذا فيس ابر هاف اوف ذا فيشيال نيوكليس اند الاذر كرينيال نيرفز اكسبت الهايبوجلوس هاف دول انرفيشن.
يبقى بالتالي لما ابص على الصوره كده هلاقي عندي الفيس اهو في حالات الابر موتور نيرون ليجن، هلاقي one half of the face on the contralateral side is affected، لكن في حالات اللور موتور نيرون ليجن هلاقي same side one half of the face affected. يعني هنا كان وليكن ده الرايت سايد مثلا، لو قلنا ان ده الرايت سايد ايه ابر موتور نيرون ليجن، هتلاقي اللور ليفت هاف اوف ذا ايه فيس افكتد. طب لو لور ليفت موتور نيرون ليجن للفيشيال هتلاقي الايه الليفت هاف اوف ذا فيس افكتد، يعني اللور موتور نيرون فيشيال بتافكت الابسي لاترال هاف اوف ذا فيس. وضحت؟ واضحة، كلام جميل. يبقى انا عرفت دلوقتي في الموتور تشينجز الهيميبليجيا المسل تون تشينجز النو ماركت مسل ويستنج، واتكلمنا على الافكشن اوف ذا لور هاف اوف ذا فيس اون ذا اوبزيت سايد اوف ليجن اند ذا تانج. طب بالنسبه للابدومينال اند ثوراسيك ماسلز اند سفنكترز ار سيف ديلي، يعني متأفكتد ليه؟ انها دول انرفيشن فروم ذا بيراميدال تراكتس. يبقى اما اجي اقول الموتور تشينجز في الابر موتور نيرون ليجن يبقى عرفنا ان في كروس هيميبليجيا ماسل تون تشينجز ذا فورم اوف هايبر اور هايبو اكوردنج تو ذا كوز. الماسل ويستنج نوت مارك، ما فيش فلاسيد باراليس لكنها سباستيك باراليس. هلاقي affection of the lower half of the face on the opposite side وaffection للطن، ولكن الابدومينال والثوراسيك ماسل اند سفنكترز ار سيفد نوت افكت. يبقى في دول انرفيشن او بايلاترال انرفيشن. يبقى انا اتكلمت على الموتور تشينج. طب الريفلكس تشينجز ان ابر موتور نيرون ليجن، انا عارف ان في عندي ديب ريفلكس، عندي سوبرفيشال ريفلكس. الديب ريفلكسز ايه اللي هيحصل فيها؟ الديب ريفلكس زي التندون جيرك، هلاقي اكساجريتد ان ذا افكتد لين. واحنا بناخد في التندون جيرك ما خدنا الايه المسل تون والاستريتش ريفلكس والمسل تون والكلام ده، اتكلمنا على في دايناميك كومبوننت وستاتيك كومبوننت، وعرفنا ان التندون جيرك ده دايناميك كومبوننت اوف ستريتش ريفلكس، وعرفنا الحاجات اللي تعمل اكساجريشن له، الحاجات اللي تقلل. فمن الحاجات اللي بتعمل اكساجريشن له هذه الابر موتور نيرون ليجن، يبقى هلاقي فيه اكساجريتد تندون جيرك ان ذا افكتد سايد. نفس الكوزس بتاعت الايه الهايبرتونيا هي هياها الكوزس اللي بتعمل اكساجريشن للافكتد ايه لمب تندون جيركس. هلاقي في حاجه اسمها انكل كلونس. يعني ايه كلونس؟ معناها في maintained alternating rhythmic contraction and relaxation on sudden sustained stretch on tendo calcaneus by dorsiflexion of the foot. لو انا عملت sudden sustained dorsiflexion للفوت هتلاقي الايد ده abnormally، ايد بتهتز في ايديك كده، الرجل بتهتز في ايديك، في rhythmic alternating rhythmic contraction and relaxation بتظهر فين؟ في الافكتد ايه في الـ في الكونترالاترال سايد، لكن في بعض الاحيان في الافكتد سايد، بس الاساس انها في الايه في الافكتد لمب. يبقى في اكساجريتد تندون جيرك في الافكتد لمب، و ممكن تحصل في حالات الابر موتور نيرون ليجن حاجه اسمها انكل كلونس، وممكن بحاجه اسمها باتيلر كلونس برضك. لو انا برضك عملت السادن ساستند ستريتش على الباتيلا هتلاقيها بتتهز تحت ايديك كده في كونتراكشن وريلاكسيشن للمسلز اللي ايه اللي ماسكه فيها. كلام كويس قوي. يبقى الكلونس
is an abnormal response of tendon jerk occurs due to facilitation upper motor neuron lesion. في حاجه اسمها انكل وفي حاجه اسمها باتيلر ايه كلونس. يبقى ده بالنسبه للديب ريفلكس هلاقي فيه exaggerated tendon jerk على affected limb، ممكن الاقي فيه انكل كلونس او باتيلر كلونس على affected limb. طب السوبرفيشال ريفلكس الابدومينال والكريماستريك ريفلكس. الكريماستريك زي ما احنا عارفين ده موجود فين؟ في الميلز بس، لان لو عملنا سكراتشنج للابر ميديال سايد او اسبيكت اوف ذا ثار هيعمل كونتراكشن اوف كريماستريك ماسل فيعمل اليفيشن اوف ذا تيستيكل. فما فيش واحد شملول يقوم جاي في حاله في ميل ويقول absent كريماستريك ريفلكس، ما عندهاش تيست، ما عندهاش كريماستريك ماسل. يبقى الابدومينال والكريماستريك ماسل، الكريماستريك ده في الميل هيبقى انهبيتد بيكوز اوف لاكس اوف سوبرا سباينال فاسيليتيشن فروم هاير سنتر، ونتيجه الريجيديتي او الهايبرتونيا اللي موجوده في الايه؟ في الماسل اصلا. طيب البلانتر ريفلكس ده وان اوف ذا سوبرفيشال ريفلكس هيبقى موديفايد لحاجه اسمها بابينسك ساين، هيبقى بوزيتيف بابينسك ساين. ايه هو البابينسك ساين او ايه هو البلانتر ريفلكس الاول؟ النورمالي ان انا لو عملت سكراتشنج اوف ذا لاترال اسبيكت اوف ذا سول اوف ذا فوت باي بلانت اوبجكت هيؤدي الى بلانتر فليكشن اوف ذا توز، ده النورمال، ده بقول عليه بلانتر ريفلكس. لكن البوزيتيف بابينسكي لو انا عملت سكراتشنج لللاترال اسبيكت اوف ذا سول اوف ذا فوت باي بلانت اوبجكت هيؤدي الى دورس فليكشن of the big toe and defining of other toes زي الصوره اللي عندي دي. يبقى ده الكريماستريك ريفلكس، ده الايه؟ الابدومينال سكين ريفلكس، والدول بيبقوا ايه؟ absent inhibited في حالات الابر موتور نيوليشن. وادى الانكل كولونس عملنا sudden sustained dorsiflexion عمل alternate contraction relaxation، دي البابينسكي ساين سكراتشنج اوف ذا لاترال اسبيكت اوف ذا سول اوف ذا فوت هيعمل دورسيفليكشن اند ديفيننج اوف اذر توز، يبقى ده معناها بوزيتيف بابينسكي ساين. السنتر بتاع البلانتر ريفلكس او البلانتر فليكشن هو الانتيريور هورن سيل اوف اس 1 و2. اوقات يقولوا على البوستيف بابينسكي ساين اللي هو البلانتر اكستنشن ريسبونس، هو النورمال بلانتر فليكشن ريسبونس، لكن ما بيحصل ليجن بيحصل بوستيف بابينسكي فبسميه بردك بلانتر اكستنشن ريسبونس. عرفنا السنتر بتاعه انتيريور هورن سيل وفي اس 1 وايه و2. يبقى انا اتكلمت على الديب ريفلكسز تشينجز والسوبرفيشال ريفلكسز تشينجز. قال لك في حالات الابر موتور نيون ليجن ممكن يحصل ابييرنس اوف سيرتن بريميتيف ريفلكسز انهبيتد بواسطه مين؟ بواسطه البيراميدال تراكت. في نقطه مهمه ابقى فاكرها، ان البابينسكي ساين دهيت ممكن تبقى نورمال، تبقى موجوده نورمال في شخص الطفل الصغير اقل من سنه ممكن الاقي عنده بوزيتيف بابينسكي ساين، او في حالات الكوما او في الديب سليب. طب ليه يا حبيبي؟ لان بتبقى البيراميدال تراكت في اقل من السنه بتبقى ايه؟ نوت ماتيور انف، ما حصلهاش فول مايلينيشن. وضحت الصوره؟ كلام جميل. فوان اوف ذا بريميتيف ريفلكسز اللي بيحصل لها انهبيشن بواسطه البيراميدال تراكت حاجه اسمها التونيك نيك ريفلكسز. تونيك نيك ريفلكسز لو عملنا تيرنينج اوف ذا هيد تو ذا بارالايزد سايد، ان احنا عارفين لو واحد عنده هيمبليجيا يعني هتلاقي الايه؟ الابر ليمب واخد فليكشن اتيتيود. لو حركنا دماغ العيان في اتجاه الافكتد ليمب هيؤدي الى اكستنشن اند ابدكشن اوف ذا ايه؟ اوف ذا افكتد ارم. ونورمالي في حاله الهيمبليجيا الابر ليمب
ده في الديسيز دي يعني، ابقى ليه بياخد فليكشن ادكشن اتيتيود. طب حركنا راسه العيان ده هو في اتجاه الافكتد لمب، اكني بطرد اقول له اخرج من الباب، حصل ادكشن اند اكستنشن اوف ذا افكتد لمب. طب لو حركنا دماغ العيان ده وفي اتجاه الهيلسي سايد، اكنه بقول له ادخل البيت او ادخل القاعه، حصل مور فليكشن اند ادكشن اوف ذا افكتد لمب. واضحه؟ يبقى تيرنينج هيد تو ذا افكتد سايد هيدي الاكستنشن اند ادكشن اوف ذا افكتد لمب، لكن تيرنينج الهيد للهيلسي سايد فليكشن اند ادكشن اوف ذا افكتد ايه لمب. يبقى ده اللي انا بقول عليه ايه تونيك نيك ريفلكس. يبقى التونيك نيك ريفلكس زي ما واضح بريميتيف ريفلكسز موجوده في النيو بورن وديسابير اراوند 6 مانس اوف ايج بعد ما حصل ماتوريشن للبيراميدال تراك. وادي الطفل اهو واضح واخد فليكشن اتيتيود، حركنا الهيد ناحيه الافكتد لمب، الافكتد لمب اهو حصل اكستنشن اند ابدكشن، حركنا الهيد اواي يعني في اتجاه الهيلث سايد حصل مور فليكشن اند ادكشن. يبقى حركنا الهيد في اتجاه الافكتد سايد هيحصل اكستنشن اند ابدكشن، توورد الهيلث سايد حصل فليكشن مور فليكشن اند ادكشن. يبقى انا اتكلمت على الموتور الريفلكس تشينج، اتكلمت على الديب ريفلكس السوبرفيشال ريفلكسز والتونيك نيك ريفلكسز. طيب تالت حاجه اتكلم عنها اللي هي الرياكشن اوف ذا افكتد ماسل تو الكتريك كارنت ان ابر موتور نيورون ليجن، بلاقيها نورمال يعني ما فيش رياكشن اوف ديجنريشن، لان الديجنريشن هيحصل فين؟ هيحصل في اللور موتور نيورون. فهلاقي اول حاجه نورمال اكسايتابيليتي كروناكسي، احنا عارفين ان في حاجه اسمها ريوبيز ذا مينيمال سترينث اوف ذا ستيمولس، اهو الريوبيز ذا مينيمال سترينث اوف ستيمولس سفيشنت تو جيف اي ريسبونس. الكروناكسي ديوريشن اوف دبل ريوبيز، وكنا بنقول زمان ان الكروناكسي بيستخدم از ا ميجر اوف تيشو اكسايتابيليتي، وبالتالي المصل الريسبونس بتاعها نورمال، وبالتالي هلاقي في نورمال كروناكسي نورمال اكسايتابيليتي، هلاقي نو فايبريليشن اور فاسيكوليشن. فايبريليشن معناها ان في الريجولار ان كوردينيتد كونتراكشن اوف سنجل مصل بتبقى انفيزبل، لكنها اقدر اعمل لها ريكوردنج بالاي ام جي. دي بتبقى سام سورت اوف دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. الفاسيكوليشن بتبقى فيزيبل سبونتينيوس كونتراكشن ولكن لسمول جروب اوف ماسل، وبالتالي فيزيبل اقدر اشوفها، وهي والفايبريليشن بيبقوا كاركترستيك للور موتور نيورون ليجن. يبقى لوجيكالي هلاقي في نورمال ريسبونس للماسل، يعني مش هلاقي فيه فايبريليشن ولا فاسيكوليشن، مفيش دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي، ما فيش لور موتور نيورون ليجن في حاله الابر موتور نيورون ليجن بتاعتنا. يبقى اول حاجه في نورمال اكسايتابيليتي وكروناكسي، هلاقي في نو فايبريليشن اور فاسيكوليشنز، هلاقي ان المسل ريسبونس تو فاراديك او انترميتنت كارنت باي تيتانس. المسل عندي شغاله نورمالي، حتى بتشتغل ريفلكسلي، ما فيش رياكشن اوف ديجنريشن، ما فيش مسل ويستنج. فالفاراديك كارنت معناها ان انا لو عملت ستيميليشن للموتور نيرف اللي بيسبلاي المسل هتريسبوند بالتترس لانه انترميتنت ستيميليشن، لكن اون دايركت ستيميليشن بالجلفانيك كارنت هيديني نورمال ريسبونس ان ذا فورم اوف ايه، هلاقي ان الكاثودال كلوزنج كونتراكشن سترونجر ذان انودال كلوزنج كونتراكشن. ده الطبيعي عند بداية غلق الدايرة او فتح الدايرة بيدي ريسبونس بيدي كونتراكشن، الاقوى هو الكاثودال كلوزنج كونتراكشن، ده النورمال، ده النورمال ريسبونس للمصل. يبقى بالتالي لما اقول الرياكشن اوف ذا مصل تو الكتريك كارنت ان ابر موتور نيون از نورمال ان ذا فورم اوف ايه، نورمال اكسايتابيليتي اند كروناكسي،
no fibrillation or fasciculation. The muscle response to faradic current بايتسن انها بتستجيب لمين؟ الفرادك ابلكيشن على الموتر نيرف بتاع المصل يعني دايركت ستيميليشن. عند الدايركت ستيميليشن بالجلفانيك كارنت بتريسبوند وريسبوند نورمال ان ذا فورم اوف كاثود الكلوزنج كونتراكشن اقوى من الانودال كلوزنج كونتراكشن. رابع حاجه في المانيفيستيشنز اللي بنتكلم في الابر موتور نيون ليجن حاجه اسمها ابر موتور نيون ليجن ديو تو ا ليجن ان اريا 4 عند 6 اريا 6 هلاقي فيها حاجة اسمها افيزيا يعني في disturbance or inability to speak without paralysis of articulation muscle. ممكن الاقي فيه convulsion ممكن الاقي فيه كوما. في نقطة مهمة قوي لازم ابقى فاهمها لحد ما ناخد ال cognitive functions بتاعت البرين او higher brain functions. في فرق ما بين الافيزيا والdysarthria. في حالات الابر موتور نيون ليجن ممكن يحصل ديس ارثري ان ايه العيان مش عارف يتكلم او الكلام بتاعه مش طبيعي نتيجه ان في باراليسيس في افكشن للمصر. وممكن يحصل افيزيا ان مش عارف يتكلم وزود باراليسيس اوف ارتكوليشن مصر. بس الافيزيا ده تحصل لو حصل ان الليجن فين في اريا 4 و6 ديسارثيا ممكن تحصل لو في الليجن في الانترنال كبسول يبقى هلاقي التانج افكتد وبالتالي الكورتيكو بالبر افكتد وبالتالي الارتكوليشن ماسل ممكن تبقى افكتد فتلاقيه مش عارف يتكلم كويس. يبقى اما اجي اتكلم على الابر موتور نيرون ليجن عرفت ان انا اول حاجه خالص وانا بتكلم في الابر موتور نيرون ليجن اديها ديفينيشن الكوزز بتاعتها ايه الكاركترز وعرفنا الموتور تشينجز الريفلكس تشينجز الرياكشن او الريسبونس اوف ذا ماسل تو الكتريك كارنت واخيرا عرفنا لو حصل ليجن في اريا 4 و6 يبقى لها كاركترستيك فيتشر انها تافكت الايه السبيتش ان ذا فورم اوف افيزيا ممكن يحصل كونفالشنز اند. عرفت الابر موتور نيرون ليجن هدخل على حاجه اسمها اللور موتور نيرون ليجن. فيه ليجن فين؟ في اللور موتور نيرون. اللور موتور نيرون اللي بتسبلاي المسل ممكن تكون نيرون من الانتيريور هورن سيل اوف سباينال كورد او موتور نيوكلياي اوف كرينيال نيرف في البرين ستيم. لو حصل ان اللور موتور نيرون ليجن افكتد الانتيريور هورن سيل او افكتد النيرف باسوي اللي هي النيرون نفسها النيرف فايبر او افكتد الريسبتور او افكتد المسل كل ده اقول عليها لور موتور نيرون ليجن. يبقى الكوزس اوف لور موتور نيرون ليجن ممكن تبقى ديستراكشن اوف انتيريور هورن سيل او الموتور نيوكلياي كرينيال نيرف زي في حالات البوليومايلايتس تافكت ديستروي الانتيريور هورن سيلز destruction of the motor nerve زي حالات النيورايتس او traumatic accident destruction of neuromuscular junction or abnormal transmission at it زي حالات ايه ها الماسينيا جريفز او ان المصل نفسها فيها مايوباثي. يبقى دي كل ده يؤدي الى lower motor neuron lesion يعني affection للانتيريور هورن سيل او motor cranial nerve يا في النيرون نفسها الموتور اللي هو النيرف فايبر او نيوروماسكولار جانكشن او في المصل نفسها. سماتها ايه؟ اول حاجه الموتور افكشن في اللور موتور نيورليشن هلاقي فيه فلاسيد باراليسيس. فلاسيد باراليسيس يعني ايه؟ هلاقي فيه لوس اوف ماسل بالك وهيبقى ريستريكتد تو ذا افكتد لمب في مونوبليجيا او للجروب اوف ماسل افكتد يعني المصل اللي هيبقى الموتور سبلاي بتاعها ديسترويد هي اللي هيبقى فيها الايه الفلاسيد باراليسيس. هلاقي في تاني حاجه ايتونيا كومبليت لوس اوف ماسل تون. هلاقي في ماسل ويستنج لان انا زي ما قلت اللور موتور نيرون
افكتد يعني معناها ما فيش فولنتري ماسل كونتراكشن ولا ريفلكس ماسل كونتراكشن، يعني هيبقى في ديسيوز اتروفي، هيبقى في افكشن اوف وان هاف اوف ذا فيس اون ذا سيم سايد زي ما قلنا احنا بنش نتيجه افكشن اوف فيشيال نيرف ليجن. يعني لو الليجن افكتد ذس سايد اهو هتلاقي ايه الابر هاف واللور هاف افكتد، اهي ابر هاف واللور هاف افكتد اهو، مش عارف يقفل عينيه هنا كويس اهو، والرينكلز هنا راحت اهي، والنيزوليبيال فولد اهوت مش واضح. يبقى ديت لور موتور نيورون ليجن، هنا قدر يغمض عينيه والرينكلز موجوده، لكن الجزء اللي هنا اللي هو اللور هاف هو اللي افكتد. اللور هاف افكتد يعني معناها ابر موتور نيرون ليجن، ده فرق جوهري ما بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن. يبقى في الموتور افكشن في اللور موتور نيرون ليجن هلاقي في فلاسيد باراليسيس، في ايتونيا، في ماسل ويستنج، في افكشن اوف وان هاف اوف ذا فيس اون ذا سيم سايد ابسيلاترال اوف فيشيال نيرف ليجن. طب الريفلكس changes in lower motor neuron lesion. The deep reflex is lost and there is no clonus. بس خلي بالك the deep reflex is lost في ال affected ايه limb. يعني مثلا واحد عنده lower motor neuron lesion monoplegia affected the lower limb، يبقى بالتالي deep reflex في lower limb affected lost، ما فيش انكل وما فيش clonus. طب superficial reflexes lost في ال affected limb لكن انتكت في الايه في النوت افكتد ريفلكس ارك. يعني بمعنى واحد عنده مونوبليجيا افكتد الرايت ليج، يبقى تلاقي السوبرفيشال ريفلكسز في الابدومن موجود، يبقى السوبرفيشال ريفلكس والديب ريفلكس لوست في حالات اللور موتور نيون ليجن امتى؟ لما يكون الريفلكس ارك بتاعه متقطع. طيب هل في بابينسكي ساين؟ لا نو بابينسكي ساين. هل في تونيك نيك ريفلكسز؟ لا مفيش تونيك نيك ريفلكسز. يبقى خلي بالك وانت بتذاكر الابر موتور نيورون ليجن لازم اراجع مع اذاكر مع على طول اللور موتور نيورون ليجن واقارنهم ببعض. طب الرياكشن اوف ذا افكتد ماسل تو الكتريك كارنت اللور موتور نيورون ليجن اللي بقول عليها رياكشن اوف ديجنريشن، هلاقي في لوس اوف اكسايتابيليتي وبالتالي برولونجد كروناكسي، ما احنا عرفنا في علاقه عكسيه ما بين الكروناكسي والاكسايتابيليتي اوف تيشو، فما تبقى الاكسايتابيليتي قلت او لوست يعني معناها برولونجد كروناكسي. كلام جميل. المسل ريسبونس تو جالفانيك كارنت اونلي نو ريسبونس تو فارادك كارنت. فارادك كارنت او الانترميتنت كارنت احنا بنستخدمه في الاستيميوليشن اوف الموتور سبلاي بتاع الموتور نيرف بتاع المصل، يعني فور اندايركت ستيميليشن. طب احنا عندنا النيرف سبلاي مقطوع يبقى بالتالي مفيش ريسبونس له، مش هستخدم الفراد الكرنت في الاستيميليشن للمصل، انا هعمل عشان يعمل ستيميليشن للمصل محتاج قوه شديده هتعمل مشاكل. فبالتالي نورمالي الفراد الكرنت العادي اللي انا بستخدمه في الاستيميليشن نو ريسبونس له لان الموتور سبلاي افكتد. المصل هتريسبوند للجلفانيك كارنت ولكن بطريقه مميزه، هلاقي الانودا الكلوزنج كونتراكشن اقوى من الكاثودا الكلوزنج كونتراكشن عكس النورمال. طب هلاقي في فايبريليشن وفاسيكوليشن؟ لان في ستيت اوف دينرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. افتكر الفايبريليشن والفاسيكوليشن بقى لان ساعات الامتحان تلاقي كله دخل في بعضه. فايبريليشن افتكر الكاردياك فايبريليشن، الهارت اكت از وان سيل او وان ماسل او وان فايبر، فبيبقى في فايبريليشن مفيش شيء فاسيكوليشن. الفاسيكوليشن جاي من فاسيكل او جروب اوف ماسل بندل. الفايبريليشن الريجولار رابيد انفيزيبل كونتراكشنز، لكن الفاسيكوليشن بلاقيها فيزيبل لان في انفولنتري كونتراكشن لجروب اوف ماسل والاثنين نتيجه
some sort of denervation hypersensitivity. يبقى هلاقي في رياكشن للمسل في حالات اللور موتور نيورون ليجن ان ذا فورم اوف رياكشن اوف ديجنريشن لوست اكسايتابيليتي برولونجد كورناكسي نوت ريسبوند تو فرادك كارنت ريسبوند تو جالفانيك كارنت ولكن الانودال كلوز كونتراكشن سترونجر ذان كاسودال كلوز كونتراكشن هلاقي في فايبريليشن وفاسيكوليشن. يبقى لما اجمع اللور موتور نيورون ليجن مانيفستيشنز هلاقي في موتور changes reflex changes or reaction of the muscle to degeneration motor changes flaccid paralysis atonia muscle wasting ipsilateral affection of one half of the face reflexes lost deep reflex no clonus intact superficial reflexes لو الريفلكس ارك بتاعها سليم ولوست لو الريفلكس ارك افكت no tonic neck reflex reaction of muscle degeneration lost excitability prolonged coronaxy response to galvanic not sporadic current in the form of anodal closing contraction اقوى من الكاثودال closing contraction هلاقي في fibrillation و fasciculations وادي مقارنه ما بين الابر موتور نيرون ليجن واللور موتور نيرون ليجن احنا اتكلمنا عنها واحنا بنشرح ودي مقارنه بتفكرنا باللور موتور نيرون ليجن ابر موتور نيرون ليجن السيربيلم دوره ايه في الموتور موفمنت البيزا جانت تجميع محتاج ان انا اكون ذاكر كويس قوي السيريبيلم البيزا الجانجليا والابر واللور موتور نيرونز عشان اقارنهم كلهم ايه ببعض. بس النقطه الصغيره اللي عايزك تفهمها وتركز فيها ان البيراميدال تراكت لو حصل افكشن لها زي ما شفنا بيحصل باراليسيس loss of fine skilled voluntary movement. لكن السيريبيلم والبيزا الجانجليا مهمين علشان الكوردينيشن والكنترول اوف موفمنت. لو حصل ليجن في السيريبيلم والبيزا الجانجليا ما يحصلش فيهم باراليس لكن ممكن يحصل ان كوردينيشن اوف موفمنت. كلام جميل. النقطه اللي بعد كده النهارده بنتكلم في الانترنال كابسول ده جاست ان بريف كلمتين صغيرين. الفانكشنال ستراكشر اوف انترنال كبسول هو موجود الانترنال كبسول ده فين والاجزاء بتاعته ايه والفايبرز بتاعتي فيه ايه ناخد واحده واحده. الساي الانترنال كبسول از ا ماس اوف وايت فايبرز ويتش ان هوريزونتال سيكشن تديني في شيب اهو في شيب. الحدود بتاعته ايه؟ لاترالي دي حاجه اسمها لينتيفورم نيوكليس ميديالي هتلاقي الهيد اوف كودات نيوكليس و ثالاموس يبقى ده في شيب اهو في شيب ستراكشر موجود ما بين الانتيفورم نيوكليس لاترالي وميديالي الكودات نيوكليس والثالاموس. الاجزاء بتاعته في انتيرو لمب وجينو وبوستيرو لمب. الانتيرو لمب بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على الفايبرز ويتش كونكت سريبرال كورتكس مع مين؟ مع البيزال جانجليا والسريبيلم والثالاموس والريتيكولار فورميشن. وبتحتوي على الكورتيكو نيوكليار تراكت اللي هي بارت اوف ذا كورتيكو البارت اوف بيراميدال تراكت ذات سبلاي ذا موتور نيوكلياي اوف اوكيولار كرانيال نيرفز اللي هم مين؟ الرابع الثالث والرابع والسادس. شاطر. الجينو هتلاقي ماشي فيه مين؟ حاجه اسمها الكورتيكو بالبر. ركز هتصير كتير كورتيكو بالبر ماشيه فين؟ طب الكورتيكو نيوكليار ماشيه فين؟ طب امال البوستيريو لمب؟ البوستيريو لمب هيحتوي على ايه؟ السنسوري راديشن فروم ذا ثالاموس. يعني لو جينا ايه نوضح الصوره اكتر بالشكل ده كده اهي الاقي عندي ده البوستيريو لمب هيحتوي على السنسوري راديشن فروم ذا ثالاموس تو ذا سنسوري اريا ان ذا سيريبرال كورتكس ودي بيشغل البوستيريور هاف اوف ذا بوستيريور لمب. امال الانتيريور تو ثيرد اوف ذا بوستيريور لمب هيحتوي على ايه؟ هيحتوي على الكورتيكو سباينال تراكت ميكسد ويز اكسترا بيراميدال تراكت. يعني بيراميدال والاكسترا بيراميدال بينزلوا في الانتيريور تو ثيرد اوف ذا بوستيريور لمب في انترنال كبسول. يبقى في انتيريور لمب جينو بوستيريور لمب في ريترو لنتيكولار بارت
وفي انترنال كبسول، وده هيمشي منه الاوديتور راديشن. سب لنتيكولار هيمشي من خلاله الاوبتيك راديشن. افتكر سب واوبتيك، سب فيها حرف بي واوبتيك فيها حرف بي عشان ما انساش. يبقى وانا بتكلم دلوقتي اهو عرفت ان في عندي انتيريور ليمب وجينو وبوستيريور ليمب، وعرفت كل واحد ايه اللي ماشي فيه بالظبط. والسب لنتيكولار والريترو لنتيكولار بارت طبعا. البلاد سب لوف انتريك هبسيط اظن اتكلمنا عنه من شويه، حاجه اسمها الانتيكلوستريت ارت، وقالت ان بيحصل ليجن فيه ليه دايما وموست كومن كوز ليه كلام من ده. طيب ركز معايا بقى كلمتين صغيرين على اليونيلاتا ليجن في تاني كابسول، لسه بنتكلم عنها بس في نقطه عايزك تركز فيها. اولا ابقى فاهم ان الليجن في الانترنال كابسول لها في ريسك فاكتورز بتزود حدوثها، بلاقيها كومن في الكرونيك هايبرتنسيف بيبل وفي الديابيتيك بيبل. ليه؟ لان الكرونيك هايبرتنشن وديابيتيك بيشنت يبقوا عرضه لسريبرال اثيروسكلروز، بيبقى في عندهم سريبرال اثيروسكلروزس، ممكن يحصل تغيرات في البلاد بريشر مفاجئ بيعرضوا هذا البيشنت ان ممكن يحصل فيه ايه، يا اما انفاركشن نتيجه ثرومبس او هيمورج. يبقى ريسك فاكتور فور او ريسك بيشنت او بيشنت ات ريسك الناس اللي هم الهايبرتنسيف والناس الدايابيتيك. المانيفستيشن اول ما بيحصل ليجن في الانترنال كابسول بيكون في حاجه اسمها اكيوت ستيج او شوك ستيج، زي السباينال كورد بنعدي بمرحله شوك ستيج بتوقف فيها كل حاجه، ثم يدخل في كرونيك بعد اسبوعين. في الاكيوت ستيج immediately follow the lesion and persists for 2 weeks. هلاقي فيه flaccid paralysis and loss of all reflexes. خلي بالك اهي هي upper motor neuron lesion ولكن معها initially flaccid paralysis. ليه؟ لان حصل sudden withdrawal of the supraspinal facilitation and damage of both pyramidal and extrapyramidal. حصل فجأة توقف الجسم بعد كده يحاول ريسبوند وحاول يبقى في ريكفري، فيدخل في الكرونيك ستيج ويديني المانيفيستد بقى كرونيك ستيج. يبقى في الاكيوت ستيج مرحلة الصدمة اللي بيفقد كل حاجة تلاقي فيه عنده فلاسيد باراليسيس اند لوس اوف اور ريفلكس. قلت لك ان ابر موتور نيورون ليجن بقى فلاسيد باراليسيس، ده في الشوك ستيج في الاكيوت ستيج. لوس اوف اول سنسيشنز from the opposite half of the body نتيجة damage the ascending track. لكن ال respiratory وال abdominal muscle are little affected bilaterally innervated. طيب العيان ربنا كرمه وعاش ازيد بقى من اسبوعين، دخل في chronic stage، هتلاقي ال upper limb خد certain posture بقى abducted وflexed at the elbow for arm rest والfingers pronated. اللور لمب هتلاقي abducted and extended at the knee and ankle، وبتبقى ايه؟ ها؟ التون فيها عالية فمش قادر يتني رجليه، ولذلك لما يجي يمشي بياخد وضع مميز، حاجة اسمها circumduction gait، مش قادر يتني ركبته فتلاقيه رجله بتاخد نص دايرة كده، يقولوا عليها circumduction gait. هتلاقي الانكل كلونس بقى موجود، هتلاقي في ابيرنس للتونيك نيك ريفلكس، هلاقي ان البوث انال اند يوريسا سفنكتر نوت افكتد، هلاقي في حاجه اسمها هومونوماس هيمي انوبيا يعني لوس اوف فيجن اوف كورسبوندنج هاف اوف بوث فيجوال فيلدز. يعني الافكتد سايد العيال لو باصص قدامه كده وانت حطيت له حاجه على الافكتد سايد ممكن ما يشوفهاش. ليه؟ لانه عنده هومونوماس هيمي انوبيا. السبب ايه؟ لان عندك الايه في السب لنتيكولار بارت الاوبتيك راديشن افكت. الديفنس نوت ماركت يعني الاوديتوري راديشن اي نعم ممكن يحصل حصل فيها بارشال افكشن، ولكن الكوكليا از بايلاترالي ريبريزنتد في السريبرال كورتكس فبالتالي نو ديفنس.
يبقى في الكرونيك ستيج وضحت الابر موتور نيرون ليجن مانيفستيشنز. طيب كلمتين صغيرين، يبقى انا عرفت دلوقتي الانترنال كبسول السايت البارس بتاعته الحاجات اللي ماشيه فيه، الافكت اوف ليجن يونيتال ليجن، عرفنا ان الشوك ستيج والكرونيك ستيج. طب في فرق ما بين حاجتين سباستيستي وريجيديتي. سباستيستي زي الحاله اللي بيتكلم عنها في كرونيك ابر موتور ليجن، وفي حالات الاريا 6 ليجن بتافكت الانتي جرافيتي ماسل. السباستيستي بتاخد حاجه اسمها كلاسب نايف، يعني انيشال ريزيستنس فولود باي سادن ريليز، يعني انت تيجي تعمل فليكشن لايد البيشنت تلاقي مقاومه في الاول وبعدين ايه المقاومه راحت وحصل الفليكشن بسهوله. هلاقي في كلونس، هلاقي في هايبر ريفلكسيا، هلاقي في زياده في الجاما اكتيفيتي بتاعت الايه الانتيرور هورن سيل، هلاقي نوت تريمورز عشان اقارنها بالريجيديتي اللي موجوده في حالات الباركنسونيزم. واحنا بناخد ايه البيزال جانجليا المفروض عرفناها وشرحناها وفهمناها، وبتحصل الريجيديتي في حالات الاذر بيزال جانجليا ايه ليجنز. اتافكت اول ماسلز، بلاقي ان الايه الريجيديتي بتاخد وضعين، يا كوج ويل انتربتد او ليد بايب كونتينوس. يعني ايه؟ يعني تيجي تعمل مثلا تتنيل لمب انت اللي تحاول تنهله باسفلي، هتلاقي في مقاومه عامله زي الترس الساقيه كده، مقاومه انتربتد، يعني مقاومه وتفك، مقاومه وتفك كده انتربتد. او ليب بايب يعني كونتينوس ريزيست، اكنك بتتني انبوبه ايه او ماسوره كده بتبقى صعبه، المقاومه على امتدادها بتتني سيخ حديد رفيع، بتلاقي المقاومه على امتدادها. هلاقي نو كلونس، هلاقي ايه نورمو ريفلكسيا، هلاقي انكريز في الاكتيفيتي بتاع الالفا والجاما اكتيفيتي، وهلاقي في ستاتيك تريمورز. امال الكاينيتيك تريمورز كانت في حالات ايه؟ ايوه السيريبيلر سيندروم. يبقى انا قارنت ما بين السباستيستي والريجيديتي. يبقى انا النهارده اتكلمت على الابر واللور موتور نيرون، اتكلمنا على الانترنال كبسول، الحاله بتاعتنا بقت واضحه دلوقتي. انا قلت ان واحد عنده 30 سنه بقى في ويكنس في الرايت ليج، في خلال سنه بقى الرايت هاف اوف ذا بادي افكتد، وبقى عنده في فلاسيد باريس عرفنا معناها ايه، ماسل اتروفي عرفناها، فاسيكوليشن هايبوتونيا او ايتونيا، وفي هايبو ريفلكسيا في الافكتد سايد. الحاله بقت واضحه وشارحه نفسها دلوقتي. في حاجه اسمها ايه لور موتور نيرون ليجن في فلاسيد باريس، واضح ليه؟ لان فقدنا الفولنتري والريفلكس كونتراكشن، في هايبوتونيا وهايبو ريفلكسيا، وفي فاسيكوليشن في دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. يبقى انا دلوقتي قدرت افسر الحاله وعرفت انها لور موتور نيرون ليجن، وفسرت المانيفستيشنز اللي معاها. ده سامري الحاله، وده مثال للشورت اي سي كويشن ممكن هتساله فيه. لو خدنا مثالين كده ثلاثه الام اس كيو نشوف هل احنا فهمنا حاجه ولا لا. لو جيت اقول مثلا لور موتور نيرون ليجن موستلي كوز سويتش وان اوف ذا فولوينج مانيفستيشنز، هل هلاقي معاها هايبرتونيا، هيمبليجيا، بارابليجيا، كوادريبليجيا، ولا مونوبليجيا؟ مين لي ممكن تكون مونوبليجيا بالاجابه ايه؟ لو خدنا مثال تاني scratching of the lateral aspect of the sole of the foot by a blunt object lead to dorsiflexion of big toe and defining of the other toes what this sign represents. ايوه مش محتاج اشوف اختيارات، بابينسك الساين. لو جينا ناخد سؤال تاني مثلا in upper motor neuron type of facial nerve palsy there is a، خلي بالك ان ابر موتور نيرون ليجن في الفيشيال نيرف، هل انفولفمنت اوف هول وان سايد اوف ذا فيس؟ لا. ان ابيليتي تو كلوز ذا اي بروبرلي؟ لا. ها فور هيد سبيرنج ولا ويستنج اوف ذا ماسلز اوف ذا فيس ولا انفولفمنت اوف ذا باروتيد اي جلاند؟ ايوه يبقى الفور هيد ايه سبيرنج. ليه؟ لان الابر موتور نيرون ليجن يعني معناها اللور هاف اوف ذا فيس افكتد، الفور هيد سبيرنج يعني الفور هيد الابر هاف سليم، ده بيحصل بيدنه
الابر موتور نيرف لان بيأفكتد الهافر الايه اللور هاف اوف ذا فيس ماس. لو جينا نقول مثلا مثال، ناخد مثال كمان، نقول in comparison to normal muscle the response of the denervated muscle shows. هل برولونجت كروناكسي ولا جريتر ريسبونس تو فارادك كارنت ولا ابسنت ريسبونس تو جالفانيك كارنت ولا كاسودال كلوزنج كونتراكشن از جريتر ذان انودال كلوزنج كونتراكشن ولا ابسنت فاسيليكوليشنز؟ واضح صح، شاطر، هلاقي فيه برولونجت كروناكسي، كلام صح، ليه؟ لان الاكسيتابيلتي قلت. ناخد سؤال كمان، باراليسيز مينز لوس اوف ايه؟ هل ريفلكس ماسل كونتراكشن ولا سنسيشن بلو ليفل اوف ليجن ولا فولانتري ماسل كونتراكشن ولا سنسيشن فروم فيس ولا ستيريوجنوزس؟ يبقى باراليسيز، ايوه شاطر، باراليسيز مينز لوس اوف ايه؟ فولانتري ماسل كونتراكشن. ممتاز. ناخد اخر سؤال بقى، ليجن ان ميدالري بيراميد كوزس، ها، هل هايبوتونيا ولا ماسل ويستنج ولا فايبريليشن ولا افيزيا ولا فاسيكوليشن؟ ممتاز، يحصل هايبوتونيا. وهذه امثله كتير لاسئله ام اس كيو، وفي الاخر هنلاقي عندنا ادي الانسر كي بتاعتنا وادي الريفرنس. ارجو ان الموضوع النهارده يكون واضح، بالتوفيق ان شاء الله.